ولتسليط الضوء أكثر على التطورات الميدانية بريف حماة، ينضم إلينا من هناك مراسلنا عدي سطوف. مساء الخير عدي. يعني عمليات كر وفر قوات الجيش الحر والفصائل المعارضة تسيطر على مناطق والنظام يسترد هذه المناطق في اليوم الثاني، ضعنا في صورة التطورات أكثر عدي. نعم نور، في الحقيقة كما ذكرت المعارك في ريف حماة كر وفر بعد سيطرة الثوار على عدة نقاط وحواجز استراتيجية بالنسبة لقوات النظام، عاد النظام السيطرة عليها بعد تمهيد مدفعي وناري كثيف من قبل مدفعية جبل زين العابدين وشتى كتائب المدفعية والمتواجدة في ريف حماة الشمالي، بالإضافة إلى الطيران الحربي الروسي والسوري. هجمة شرسة جدا شنها النظام اليوم على مدن وبلدات ريف حماة بشكل عام، مما أدى إلى تراجع الثوار من مطاحن معردس وقرية الإسكندرية جنوب مدينة معردس، والآن ما زالوا على جسر مدينة معردس، تدور اشتباكات عنيفة جدا هناك في الحقيقة، يعني مع تمهيد ناري كثيف جدا من قبل قوات النظام، قلت لك بشتى أنواع الأسلحة بالقذائف المدفعية وبالقذائف الصاروخية، بالإضافة إلى الغازات السامة أيضا، بالإضافة إلى غاز السارين أيضا وغاز الأعصاب، يقوم النظام باستهداف الثوار والمرابطين في تلك المناطق. نعم بشتى أنواع. نعم، وهنا كنت أود أن أركز على موضوع استخدام النظام لغازات الكلور والأسلحة الكيميائية بريف حماة، تقارير تحدثت عن ذلك اليوم، هل حصلت عمليات قصف في الأسلحة الكيميائية أو أمس، وهل يوجد أيضا ضحايا؟ في الحقيقة نور، هناك يوميا استهداف من قبل قوات النظام للمدنيين وللثوار على الجبهات بالغازات السامة وبغازات الكلور، ولكن هناك بعض الاحتياطات، يعني لم ترد إصابات في صفوف المدنيين بغاز الكلور أو بالغازات السامة، ولكن بالنسبة للثوار هناك احتياطات بالنسبة لهذا الموضوع ولم ترد إصابات حتى هذه اللحظة. شكرا جزيلا لك عدي سطوف مراسلنا من ريف حماة، كنت معنا.